اللي هي الصورة فوق العمود. بصوا معايا. نعم. بصوا معايا. احنا عملنا العمود بالشكل ده اهوت، وعلى طبقة جديدة بلون. قلنا لون العمود تاني بسرعة، وباخد ده كده نفس الدرجة بس اغمق اهوت اهوت. طبعا بعمل فلتر هنا اللي هو من قائمة تكستشر تكستشرايزر زي ما اتفقنا، باتش وورك اوكي. بعمل هنا نفس الافكت، خلي واحد اغمق من التاني شوية. كنترول تي يادي البلاك بيري. تمام، واعمل هنا كنترول تي تاني كالعادة. رسمة مشهورة جدا عملناها كنترول تي اهوت اهوت. خدنا نسخة تانية، خلينا خدنا نسخة تانية. السؤال زميلكم اللي هو بيقول لو عندي صورة زي دي مثلا على سبيل المثال، خدت نسخة منها هنا نصغرها ماشي، عايزين نحطها على العمود نعمل ايه؟ اول حاجة يفضل نخليها نفس اللون، بس بما ان اللون متباين فانا هعمل على مرتين. المرة الاولانية هاخد دوبليكيت من ده والونه، وهطلع على الليرة اللي فوق اعمل الليمنستي، اصبح ان هو نفس اللون نفس المية نفس الدم. يفضل ان انا اعمله بنفس البعد كمان صح؟ وبعدين هعلم على العمود ده كده، يبقى كده العمود متحدد صح؟ هعمل كنترول شيفت اي وديليت. فأول حاجة عملتها ضمنتها إن الجزء اللي بره من الصورة حذفناه، وبالإريزر بما إن احنا مش منها هاخد كده أيوة واحدة واحدة كده من بعيد بره بره، وهخفي الصورة دي دلوقتي وهقف هنا أعمل تحديد بس على المساحات اللي أنا مش عايز الصورة تظهر فيها. ماسك الشيفت ماسك سبيس وبحرك. والله كل ده قايلينه في الفيديوز اللي معانا. هقف اللي فوق تحس ان هي يعني ملزوقه في عمود عمود صح؟ يا ريت تضربوا مثلا على نموذج زي على نموذج زي ده وتسالوني لو قدامكم اي شايفين عامل ازاي؟ بس برضه الصوره مش لاب، يعني ملامح العمود مش ظاهره على الصوره. عشان ملامح العمود تظهر على الصورة خشوا هنا وجربوا كل دول، شوف أنهي واحدة تلبق معاك، ده ولا ده ولا ده. شايف دول 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 دول؟ بص شايفين واخدين بالكو؟ في واحد ممكن يخليها كده، في واحد يخليها كده. أنا طبعا بطلع بالسكرولر بتاع الماوس، واقف فين بالماوس وباير معايا وهكذا. هقول لكم حاجة جميلة أخيرة. بصوا معايا شايفين دي؟ قلنا امبارح الستايلز صح؟
لو انا اخذت كوبي منها دوبليكيت وعملت عليها ستايل اللي انا عايزه اللي انا شايفه مناسب، وبعدين لير جديد وثبت الستايل كده، الستايل ثابت هنا. يعني ثبته، بصوا معايا الستايل هنا طول ما لسه الايفكتس بالمنظر ده يعني مش اصل اصيل في اللير، اعمل ايه؟ كنترول شيفت ان لير جديد، ومسكت الكنترول واخترت اللير الثاني كنترول اي، ادام اللون بتاع هنا موجود في المربع بتاع اللير هنا يبقى كده متثبت في اللير. واقف هنا بقى واختار كل دول، شايف بيديني اشكال ازاي؟ حد فيهم الفكرة؟ يعني انا خدت طبقة تانية تمام من الاعمدة وحطيتها فوق وعملت لها ستايل وثبته عن طريق ان انا انشأت لير جديد وادمجته مع اللي تحت باختياري للتو ليرز من خلال الكنترول ثم كنترول اي، وانا واقف على اللي فوق بلعب في الانك مود بتاعه. طبعا عندي صورة مختلفة تماما جدا، تمام. طيب يبقى ايه اللي حصل؟ كان كده بقى كده، كان كده دلوقتي فيه ملمس، فيه لمعة، فيه اضاءة، فيه تدرج على نفس الشكل دون ان اطمس الملمس بتاع الطوب. طبعا الناس اللي انا عايزك توريهم النماذج اللي انت عاملاها، كل ما ذاكرتي في البيت كل ما الموضوع بالنسبه لك بتحس ان هو مكمل، كل لما ما نذاكرش كل ما احس ان هو بيتقل علينا.